بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا قل بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى فنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
في العذاب محضرون.
لمن يشاء وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم
يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما فكيف كان نكير فكلموا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم.